أهلا ومرحبا من جديد، نحن وأنتم وظلال الأصيل في هذه المساحة نقدم تجربة فنية شابة تستند على قوائم من المعرفة الموسيقية والصوت الجميل، إحدى المثلثات الثلاثة، الكلمة واللحن والآداء جميعها الثلاثة اجتمعت في شخصية واحدة وفي صوت واحد. أرحب في هذه المساحة بالفنان الشاب والتجربة الفنية الشابة عبد العظيم عبد الباسط. حبابك عشرة، الله يديك العافية. مرحب بك أستاذ زار، مرحب بكل المشاهدين، وسعيد جدا أنه أطل عبركم على المشاهدين، وإن شاء الله نقضي وقت ممتع مع بعض. جميل، إحنا قبل ما نخش في أي حوار وأي كلام نهدي المشاهدين لحن ومن خلاله يحكموا على تجربة عبد العظيم عبد الباسط، وبعدها نواصل في الحديث. جميل، نسمع شنو؟ نسمع يا نسيم قول للهزاهر. يلا نسمع. شكرا على هذا الاختيار الجميل تاج مصطفى واسماعيل خورشيد، وطوال مباشره البدايات المراحل الاولى اللي اكتشف فيها عبد العظيم نفسه كمغني ومردد الاغنيه. والله البدايه كانت في المدرسه، يعني من طابور الصباح لغايه البرامج الثقافيه في المدرسه، وبعد كده جات المرحله بتاعت الجامعه، الواحد ضميت لجمعيات أدبية زاد أي وتاني بعد كده المرحلة يعني كانت مهمة في حياتي، كان في منتدى في المورد، أنا عبركم بحيي كل أعضاء منتدى المورد الثقافي، هنا تعلمت العود وبديت يعني أعرف غنى كثير وأسمع أغاني كثيرة. جميل، عبد العظيم بمنو اتأثرت في بداياتك؟ والله التأثير أكثر حاجة كان بالأستاذ الموسيقار محمد الأمين، نحييه وربنا يديه الصحة والعافية. فأنا بحب الموسيقى أو الأغاني بتاعت أستاذ محمد الأمين، وهي يعني هو ملهم بالنسبة لي. احنا لاحظنا إنه في من خلال الأغنية الأولى ما في تشابه واضح ما بين طريقتك في الغناء وطريقة محمد الأمين، ما في تشابه لا في شكل الغناء ولا في شكل العزف على العود. كيف كان الارتباط الوثيق بينك وبين محمد الأمين وتأثرك به من أي ناحية؟ من ناحية الاستماع فقط، ولا من ناحية التجربة الموسيقية، ولا من ناحية توزيع الأغاني، في أي جانب؟
والله التأثير بأستاذ محمد الأمين يعني حتى في اختيار المفردات للأغاني هو يعني باعتباره أحد قادة ثورة التغيير الموسيقي، واختياره ذاته للمفردة وطريقة تلحينه لها، يعني أنا شايف أنه أستاذ محمد الأمين ما بيلحن جمل، يعني هو بيلحن الأغنية بالمفردة. فدي حاجات يعني خلت ارتباطي به كبير شديد يعني، فبنحاول ان شاء الله نواصل. طيب كده بخرس غيرونا كده لمحمد الامين مقطع ولا مقطعين، لانه ده مطلب كبير، الكنترول وزملائك في المركز برضه. تمام تمام. طيب نقول جزء من همسة الشوق. ده بيقودنا لسؤال مهم جدا، وهو ضرورة أن يعزف المغني على آلة، هل بالضرورة؟ والله هو ما بالضرورة، لكن وإذا عزف شنو بتفيد؟ بتفيد يعني مثلا آلة العود هي آلة مفيدة جدا في التلحين، وباقي الآلات برضو يعني ممكن الزول يشتغل عليها، لكن العود هو أسهل في موضوع التلحين، يعني بيسهل لك الموضوع. العود ولا البيانو الأسهل في التلحين؟ العود. العود. طيب ده بينقلنا لتجربتك في التلحين مباشرة، تكلمنا عنها. التلحين أنا بديت على نصوص صغيرة، يعني ما مش نصوص كبيرة يعني. كتجربة كده في البداية. لحنت كم نص لحد هسه؟ لحنت 5. دي مجمل أغنياتك الخاصة الخمسة دي؟ في أغاني لسه يعني شغال عليها، لكن لسه شوية كده إن شاء الله تصعد في الفترة. عبد العظيم، سؤال مهم جدا، وهو ليه أبناء أم درمان بيدينوا بالولاء لأغنيات الحبيبة؟ والله الإذاعة طبعاً. طيب الإذاعة ما كانت في كل السودان يعني؟ لا لا لا، يعني أكتر حاجة أم درمان، يعني الناس والمسرح، وأم درمان باعتبارها هي عاصمة الثقافة يعني. جميل. طيب نسمع أغنية، تختار لنا شو؟ موسيقى.
أقول جزء من أغنية محطات الحبايب كلمات آلاء جعفر وألحان آلاء جعفر. بنت مدرمان برضو آلاء؟ آلاء جعفر خرطوم. خرطوم. العظيم تحية لآلاء جعفر، هذا الصوت الشعري المميز. نتكلم برضو عن الاهتمام بالتراث والموسيقى، التراث الموسيقي والقنائي السوداني تحديدا ودورهم في إصغال تجربة الفنان. والله بالتأكيد التراث وأغاني الحقيبة بالذات هي باعتبارها يعني الأساس بتاع الأغاني. بعدها ظهروا الموسيقيين امثال استاذ محمد اللمين، عملوا نقله في الموسيقى. يعني استاذ محمد اللمين ثاني حرجع عليه لانه اشتغل السلم كامل. يعني اللغه السودانيه في الغالب على السلم الخماسي، لكن التجربه بتاع استاذ محمد اللمين يعني في جزء من حاجاتي انا اشتغلتها برضه على السلم الكامل، وإن شاء الله في الفترة الجاية كده تصهر وتنال إعجاب الناس. طيب السوشيال ميديا برضو استخدامه في التواصل مع المستمعين والجمهور والناس اللي بيحبوا يسمعوا أغنياتهم كده؟ والله هي سهلت كتير. يعني زمان كان النافذة الوحيدة اللي الناس بتطلبها هي الإذاعة وبعديها التلفزيون، يعني يا إذاعة التلفزيون. فهسا بيقى الفنان ممكن يتواصل مع جمهوره عبر الصفحة بتاعته في فيسبوك او في تويتر او في، فسهلت الحال بصوره كبيره. برضو كلمنا عن نشاطكم في مركز الموسيقار لؤي عبد العزيز. المركز بتاع استاذ لؤي عبد العزيز النشاط فيه تعليم بتاع آلات موسيقيه وصوت، بالاضافه لكده هو باعتباره مركز ثقافي. يعني بيكون فيه منتديات دورية، يعني كل أسبوع في منتدى، كل شهر. فهو مركز ثقافي
أكثر من هو تعليمي يعني. جميل. طيب عبد العظيم في طلب من الكنترول بأنه نسمع أغنية حقيبة وعنده خيار أنه نغني أغنية خاصة فاختار. نغني أغنية خاصة. جميل. نغني أغنية خاصة على جعفر برضو. طيب جميل. اسمها تفاصيل. الغمامات التحاكيك ما بطولك الغمامات التحاكيك ما بطولك والليالي الفاقدة ضيها والليالي الفاقدة ضيها فرقتك جلبت إياها سلت غيابا جيت مع النفس البحر روحنا لو سلت غيابا حاجة زي رعشة تفاصيل دق طيب العافية بابا حاجة زي رعشة تفاصيل دق طيب العافية بابا دق طيب العافية بابا. وده بيقودنا مباشرة لسؤالنا الجاي وهو ماذا استفدت من الموسيقار محمد حامد الجزولي؟ أستاذ محمد حامد الجزولي هو أستاذي اللي تعلمت منه العود وأنا من هنا بحييه وبحيي أسرته استفدت منه كثير شديد كثير خالص يعني لولا ما يعني محمد حامد بعد ربنا سبحانه وتعالى ما كان أنا حعزف عود ولا حعرف عود وأول عود أنا أشتغل به هو هداني له يعني يا سلام أنا ببعث له التحية. تكلم برضو عن اختيارك للكلمات اللي بترددها وبتلحن أنا لاحظتها ودي واحدة من الحاجات المهمة أنا بكون حريص على السؤال ده في أي ضيف عنده علاقة بالموسيقى بيكون هنا مسألة تشابه الألحان نحن سمعنا عملين خاصات لناس يمكن ربما يشوفوك للمرة الأولى ما في أي تشابه بين اللحن الأول واللحن الثاني التشابه الوحيد هو في اسم الشاعر بنحيي آل جعفر من هنا ونتكلم برضو عن المسألة دي اختيار الأغنيات اللي بترددها ككلمات تحديدا والألحان ضرورة أنه تجدد في ألحانك كل مرة والله اختيار الكلمات فيها اشعار كده مرات انت بتسمعها كده بتحس انه هي فيها موسيقى يعني فآلا جعفر يعني هي صديقتنا من بدري جدا النصوص بتلامسك يعني في حاجات
بعد كده موضوع التلحين بيكون سهل يعني ما بيكون صعب. من خلال المفرد ذات انت ممكن تقدر تلحن. يعني النص هو اللي بيديك المدخل للتلحين. ايوه بالضبط كده. جميل. في نصوص ممكن تستعصى عليك في التلحين ونصوص تلحينه يكون اسهل من غيره. بالضبط كده. في يعني في نص انت ممكن تبدا الفكره الاساسيه للحن. في مثلا جمل بتجيف ليك يعني بتحتاج انه تعمل لها معالجة، ترجع تاني للشاعر، تغير في النص. جميل. نختم معك بالتنوع في الموسيقى والإيقاعات وأهميته بالنسبة لتجربة أي فنان. والله التنوع في الإيقاع مهم بالنسبة للفنان. السودان هو يعني أول أغنية سودانية، هي أغنية بتشمل كل أرجاء السودان، يعني ما حكر على منطقة معينة. عشان كده لازم أنت تشتغل إيقاع يوحد كل الناس مع بعض، فتشتغل إيقاعات مختلفة يعني تلبي كل أزواج المستمعين. جميل. حنسمع شنو ختام؟ نسمع يا ضلنا. طيب جميل. لحد ما تدوزن عودك. نحن نشكر المشاهدين الذين كانوا معنا في حلقة اليوم من ضلال الأصيل، والتي ابتدرناها منذ 5:30 مساء، والتي تنوعت ما بين الحديث عن نادي حي النوسة الثقافي الرياضي الاجتماعي ومسألة تقدير الذات، وضيفنا فيها دكتور يوسف علي الشيخ. قدمنا المساحة الفنية، التجربة الفنية الشابة عبد العظيم عبد الباسط، ودندنت بالعود لهذه الأغنيات. غدا بإذن الله تعالى تلاقي جديد وفريق عمل جديد. حتى ذلك الحين تحياتي وفريق العمل، مع السلامة. يوم تبشر به
له غيمة الجبير راجل ونحنا الجبير راجل ونحنا يوم تبشر به غيمة لما تمطر يوم علينا لما تمطر يوم علينا الفرح يملى المدينة والبلودات الحزينة الفرح يملى المدينة والبلودات الحزينة يا ظلنا يا ظلنا يا ظلنا المرسوم على رمل المسافة وشاك من طول الطريق يا ظلنا المرسوم على رمل المسافة وشاك من طول الطريق قل للبنية الخايفة من نار الحروف تحرك بويتات الفريق قول للبنية الخايفة من نار الحروف تحرك بويتات الفريق قول لها ما تتخوفي دي الناس ما بتجيب الأمل والأمل بيصبح رفيق قول لها ما تتخوفي دي الناس ما بتجيب الأمل والأمل بيصبح رفيق والأصل في الجوف اندفن لا بتنسي لا بمحي لا بتنسي لا بمحي لا بنتهي منه الحريق يا ظلم